اهلا وسهلا بكم وجميعا على الصوت على سطح فيكم باش نضمن المباشره دا من ضواحي مدينه الدار ديونا تنشوفوا هاد طريقة الاسمنت وهاد الشيء هذا اللي تصايب هنا اللي تنشوفوا خدمه عشوائيه اللي ما كاين حتى شي حاجه هنايا اللي قانونيه على حساب ما تيقولوا الناس هنايا يعني كوارث ضي هادي الناس هادو. ومع العلم هنا كاينين الساكنه اللي ساكنين هنايا اللي تيعانيوا بزاف من هاد المشاكل اللي تتواجد هنا ناس الدار البيضاء. كيف تشوفوا هاد الشركات هادو اللي تيخدموا هنا وتيحطوا هنايا بلا ما حتى شي وثيقه ما في خبر واش من خبر السلطات الجهات المسؤوله واش ما في راسهمش. هنا تيبقاو اسئله مطروحه اللي غادي يعاودوا لينا هاد الناس اشنو وقع هنا مع احد الحقوقيين للعائله ديالو ساكنه هنا اللي تيعانيو بزاف من جهه هاد المشاكل الكثيره ديال هاد الشركات اللي بلا نقولوا المسائل هذه. بصراحة هادشي هذا مريسكي بزاف على الناس والعائلات اللي مضرورين هنا من جيت هاد المشاكل اللي تتواجد هنا. يعني هنا تنشوفوا مشاكل كثيرة. هادشي هذا راه لا إله إلا الله. شوف التخاخن كاين المراض كاين الناس اللي مراض اللي ساكنين هنايا بسبب هاد المشاكل هذه. وهنا كاين الطريق طريق السيار اللي غادي تدوز من هنا. يعني كنقولوا طريق السيار هي لوطوروج. لوطوروج غتدوز من هنا وهاد الناس هادو تيجيو يحطوا هادشي هنايا حطوه بجنب ديال لوطوروج بجنب طريق السيار باش ينوضوا هاد المشاكل اللي تتشاهدوا معنا. بقاو معنا 100% وكفي بهذا القدر من الشكر. نترك لكم المجال ايها المسؤول ايها المواطن. السلام عليكم. ستة تاع الماشية تنشوفوا الشهادة العائلة ديالكم اللي مضرورة بزاف اللي ساكنين هنايا مضرورين بزاف من جهة هاد الشهادة تيقولوا واحد روائح كريهة ومشاكل كثيرة. والساكنة راها كتشكي وراه لجأت لجميع الجهات المسؤولة ولكن راه ما لقاتش الأذن الصاغية أو المسؤول اللي غادي يباشر وياخذ المبادرة من أجل الحد من مثل هذه الأشياء التي تضر بصحة الإنسان وخاصة عن طريق تلوث البيئة. هذه المصانع هذه راه كتلوث البيئة بكل ما تحمله الكلمة معنى. والتلويث ديال البيئة راه صعيب عندها لأنها كدير ديال السيما اللي هي بوصلانه الكيلسي إلى غير ذلك. وكنعرفوا بأن السيما راه كتفرز واحد النوع من ما يسمى ديك لابوسيغ اللي كتمشي مع الهواء وكتأثر على الإنسان. ناهيكم على الآليات اللي كيستعملوها اللي كتفرز واحد الدخان اللي هو أسود وكريه الرائع كريه الرائحة ديالو واللي توا كيمشي عن طريق البيئة. لهذا نوجه نداءنا للمسؤول علاش هاد المحلات او هاد الشركات كتواجد بضواحي مدينه الدار البيضاء. مع العلم اننا كنعرفوا مدينه الدار البيضاء ومدينه مديونه راه كيعانيو معاناه كثيره من التلوث في البيئه. والحمد لله ونحن مقبلين على تنظيم كاس العالم وتنظيم كاس افريقيا والصوره تبقى ملوته عندنا انا والاجواء ملوته بهذ الصوره هذه راه ما مقبولاش. نرجو من المسؤولين ان يتحركوا لحد من هذه الاشياء التي تضر بصحه المواطن البيئي.